كريمة إيه؟ وقال حد إيه؟ أنا مش قادرة أفهم. ده بما إن أسوان مدينة هادية ونسبة الجريمة فيها والنسبة قليلة جداً، واضح إن حضرتك عندك وقت فراغ كتير فعايز تتسلى، فجاي تتسلى علينا. لا يا هنا، أنا عندي حاجات تانية أهم بكتير بتسليني أكتر من مجرد زيارتي ليك، وإلا أنا واثق إن هي مش مرغوب فيها. أنا معايا تصريح بالتحقيق وتقرير طب شرعي ومعمل جنائي، وكلهم بيثبتوا إن ضحى اتخبطت على دماغها، مش مجرد إنها وقعت واتخنقت. ما أعتقدش إن هي ضربت نفسها المرة دي كمان. أنا مش هسمح لك تسوق سمعة القتيل أكتر من كده، حتى لو وصلتها لأعلى المستويات. أنا فعلا وصلت الأمر لأعلى المستويات، وقدرت أفتح ملف القضية من تاني، ولحد ما حضرتك تمنعيني إن أنا أشوف شغلي. ده لو عرفتي المرة دي أنا هشوف شغلي ومن اللحظة دي. أشرف بي، مفيش أي تعمد في إن إحنا نمنعك تشوف شغلك، بالعكس إحنا مصلحتنا واحدة، إن إحنا نوصل للحقيقة ونقفل الملف ده للأبد. وعشان أثبت لك ده أنا تحت أمر حضرتك في أي حاجة أنت محتاجها. متشكر يا مربي، بس أنا مستغني عن خدماتكم لأن للأسف كلكم مشتبه فيكم. مشتبه فينا؟ تعرف بتقول إيه؟ أنا عارف كويس قوي أنا بقول إيه، لأن ده شغلي. كل اللي كان موجود في الأوتيل ليلة الجريمة مشتبه فيه، وأنا قصد أقول جريمة مش حادثة، لأنها جريمة يا هاني. كل اللي كانوا في الأوتيل يعني إيه؟ يعني كل اللي كان في الأوتيل يا مربي، أصحاب الأوتيل والموظفين والنزلة وكل الناس اللي أنت دعيتهم لحفلة عيد ميلادك. يعني أنت كمان عاوز تحقق مع النزلة والضيوف بتوع الأوتيل؟ وهعين كل شبر في الأوتيل وهرفع البصمات، ومش كده وبس، هفتح التحقيق تاني مع كل الناس اللي أنا حققت معاهم. مش بقول لك جريمة قتل؟ أنت أكيد بتهزر. الكلام ده مش هيحصل أبدا. طبعا مش هيحصل. هيحصل يا هنا، وبشكل رسمي. حضرتك مش محتاج تعمل كل ده. لا طبعا محتاج أعمل كل ده، لأن لازم أعرف مين اللي قتل ضحى. أنا اللي قتلت ضحى. يوم الحادثة عرفت من دكتور أيوب تدرس إن اسمها تهانم تعبت، وإنه طلع يكشف عليها. سلامتك يا اسمها. ميرسي دكتور. طلعت لها اطمن عليها، قالت لي إنها طلعت أوضتها عشان تلبس البروش الألماس بتاعها اللي لقيته اختفى. هتعملي إيه؟ هديها البروش وآخد منها الجواب. هتدي لها البروش؟ مش مهم البروش، المهم الجواب. ولا عايزاها تنفس تهديدها. وفوجئت بضحى اللي كانت مستخبية ومعاها البروش بعد ما سرقته. حاولت توقفها فزقتها وهربت بيه، وده اللي تسبب في الأزمة اللي حصلت لها وخلاها بعتت طلبة الدكتور. خرجت بسرعة ودورت في كل مكان لغاية ما لمحت ضحى وهي رايحة ناحية الجزء الخلفي من الأوتيل. بصراحة مش عارف ليه، يمكن لأن مدخل الأوتيل الرئيسي كانت الحركة عنده كتير يومها وخافت لتتمسك. من غير ما أفكر رحت وراه. لا، الماسك اللي انت لابساه يا ضحى، انا عارفه ان انت هنا وعارفه جايه تعملي ايه. فين الهنم والدتك؟ مالكيش دعوه. فين الجواب؟ فين البروش؟ معايا. سلميني الجواب اسلمك البروش. جابها يبقى معايا كمان 10 دقايق. بس بيني وبيني خفت لماك تستنقص معايا. تعملها يعني، ما تنفذليش طلب. يعني ايه يكون معاكي كمان 10 دقايق؟ هو انت في حد غيرك يعرف موضوع الجواب ده ولا ايه؟ لا، ما حدش غيري يعرف موضوع الجواب ده. بس شكلك حلو وانت خايفه يا امان. فين الجواب يا ضحى؟ الجواب اللي بيثبت ان حته خدام كنتوا بتمسحوا بيه بلاط اللوكان ده بقى سيدك وسيد عيلتك وليه نايب الاسد كمان. هو انت تتكلمي كتير كده ليه؟ انت مش عايزه البروش مقابل الجواب؟ هاتي الجواب وانا اديكي البروش. انا اتكلم براحتي، وانا مش خلاص خلصت من سجنكوا ده. حياة الألمظة اللي في ايدك دي يا أمال، لابقى هنم زي زيك ولا حدش احسن من حد. بقولك ايه، حتة خدامة انت، اوعي تكوني فاكرة انك تقدري تاخدي. اوعي. تعالي يا ضحى هاتي البروش او اديني الجواب. مش هتمشي من غيرك اديني الجواب، انت فاهمة؟ شفتي ليه؟ منفوخة.
القهوة على الفاضي. ما عيلتكيش غير الكلام وبس. لا انت ولا عيلتك كلها تعرفوا تعملوا لي أي حاجة. مش هتمشي؟ ما تديني البروش، هاتي البروش، هاتي البروش. مشيت في الممر ده لقيتها مستخبية في الحتة دي. دخلت عليها لقيتها ماسكة ازازة فاضية، واضح انها كانت موجودة هنا قبل كده. قالت لي لو قربت مني هأذيك. قلت لها هاتي البروش وانا سيبك تمشي. رفضت، قالت لي انا ما خدتش حاجة. قربت منها وهجمت عليها وخدت الازازة من ايدها. خافت بقى لاخد البروش اللي كانت مخبية في هدومها، فمسكته في ايدها جامد، زقتني وقعت هنا. هاتي البروش. والإزازة ما اتكسرتش؟ لا ما اتكسرتش. هجمت عليا وخدتها من ايدي وكانت عايز تضربني بيها. اتفاديت الضربة كده. خدتها من ايدها وهددتها ان هضربها بيها لو ما ادتنيش البروش. فاجئتني انها ضربتني تاني. ضربتك ازاي؟ بالقلم. بصراحة يعني ضربها ليه خلاني مش في وعي. حسيتش بنفسي غير بعد ما ضربتها بالإزازة على راسها ولقيتها واقعة هنا على الأرض غرقانة في دمها. وماتت في ساعتها؟ تقريبا. وبصراحة خفت جدا ومعرفتش أعمل إيه. سحبتها من رجلها، ضريتها علشان اخرج بيها من باب الخدم. فضلت ماشي بيها وداخل شدي، وانا ساحبها في الممر ده لقيت ريحه دخان جامده، وتقريبا الدخان كان خارج من تحت عقب الباب. فتحت الباب لقيت النار ماسكه في جزء من الملايات. تفكيري هداني في ثانيه ان انا اسيب الجثه. وده اللي خلاني بعد ما خدت البروش من ايديها ارجع واسيبه تاني. اعملي حسابك انت ما شفتيش حاجه، علشان طبعا يعني يتعرف انها كانت جايه تسرق. تعالي. وبعدين نظفت بنفسي كل اثار الدم في كل حته يعني. ولما اتاكدت ان ما بقاش في اي اثر للدم طلعت الحفله تاني. انت فين يا امال؟ انا بدور عليكي. انت تعبانه ولا حاجه؟ وحاولت طبعا انه ما يبانش عليا اي حاجه، وواضح اني نجحت في ده لان ما حدش لاحظ ولا عارف اي حاجه. ايه ده؟ ده الاكل بحاله. هو محدش فتح لكم ولا ايه؟ محدش ونفسه. كلهم مش قادرين يفطروا. استغفر الله العظيم. وبعدين هو انتوا كلكم جايين تفطروا في نفس الوقت وسامين المطعم من غير اي جرسونات؟ المطعم ما فيهوش حد. هو ما فيش حد في المطعم بس. اللوكان ده ولا كانها مهجوره. مش عارفه ايه المصايب اللي نازله ترف على الاوتيل دي ورا بعضها. مين اللي قدم ومحني دخل علينا بالشوم؟ تفائلوا بالخير تجدوه. هنتفائل ازاي بس يا ريس؟ هو يعني حد كان يصدق ان احسان بيه بركات اللي اتحط على الجرح يطيب؟
ممكن يعمل كده؟ هو عمل ايه؟ عمل ايه؟ انا عمري ما صدق ان احسان بيقتل. ده زي الناس من الناس. ليه صلاب؟ هم ولاد الناس ما بيقتلوش، ما كلنا ولاد تسعة. من انت بنتكلم على البهوات والهوانم، ممنوع الكلام في الموضوع ده خالص. يعني نتكلم بينا وبين بعض بدل ما نفرقع، يعني احنا مخنا هيشط من اللي حصل. ما حصلش حاجه، واللي حصل مالناش دعوه بيه. راجل ابن ناس واخلاقه نبيله، ما سمحتلوش يسيب البنت تهرب بعد ما سرقت الهانم، وكلكم لسه قايلين انه فعلا ابن الناس واتحط على الجرح يطيب. هي اللي طول عمرها واطيه وحقيره حراميه وشطانه. فؤاد. امين. هو فؤاد ماله؟ مش عارفه، شكله مسفر كده. مسفر ازاي يعني؟ مش عارفه. هو زي الفل. ما بياكلش وباين عليه بقاله كام يوم ما نامش. ما يكونش بيحب جدتي امين. لازم تطوي صفحة اختك ضحى دي خالص يا علي. اطويها ازاي بس يا ريس صديق وسط كل اللي بيحصل حواليا ده؟ عايز نسمع كل اللي بيتقال ده واسد وداني عنه ازاي؟ ده انا لو صنم مش هقدر. خلاص ارجع امشي تاني. انت مش كنت راجع عشان تاخد بطارها؟ اهل حكومة خدت لك حقك. اذا كنت مش مصدق الرواية بتاعت احسان بيدي وحاسس ان الموضوع ضحى ده لسه في سر تاني محدش يعرفه، تبقى البعيد اعمى شايف قدامك وعينك عليها غشاوة وعقلك مش شايف غير فكرة الانتقام وخلاص، مع ان حسام بركات اعترف بالقتل وحكى كل التفاصيل، انت ما زلت مصر انك تنكر الحقيقة. حقيقة ايه يا ريس صديق؟ الحقيقة اللي كل الناس عارفاها يا علي، الحقيقة ان اختك ضحى مذنبة وهي اللي سايت نفسها للقدر ده ايا كانت الوسيلة والتفاصيل. بس علي انا عارف ان الاعتراف بالحقيقه صعب، انا حاسك قوي، بس اللي عاوز اقولهولك ضحى ماتت وانت اللي عايش، تقعد بقى تمشي تحر، بس لو عاوز تعيش بجد لازم تطوي الصفحه دي خالص خالص يا علي. وبعدين يا امال، ما هو لو كان الاستسلام للحاله اللي انت فيها دي كانت هتجيب نتيجه كنت انا هبقى اول. انا مش قادره اسمع حد ولا قادره اتكلم في حاجه، سيبيني لوحدي من فضلك. نازلي انزلي يا حبيبتي، مراد كان بيدور عليكي، انا هقعد معاها. ما تقلقيش انا قاعده مع اختك، انزلي. احنا هنسيب احسن في اللي هو فيه ده لوحده؟ طبعا لا. اولا احسان من ساعه ما وصل للنقطه وهو قاعد في مكتب المأمور وما نزلش الحجز ابدا ولا هينزل، ده حتى نام هناك. نام؟ تفتكر نام كويس؟ ثانيا انا لسه قافله التليفون مع المحامي هنا، وكمان اتصلت بفخر هانم تتصل بابن عمها. انت عارفة انه ده اكبر محامي في البلد، والاتنين محامين طمنوني. احسن لو حصل له اي حاجة انا هموت نفسي. وهو كان حد قاله يعمل اللي عمله ده؟ ايه التضحية الكبيرة اللي حب يعملها؟ في حد عاقل يقف قدام القطر؟ كل حاجة كانت مترتبة صح. انا ما تقولي ايه بقى؟ حتى في تضحيته غبي غبي. اه غبي، هو فعلا غبي. غبي عشان حبه واخلص وضحى عشان واحده زي بنت واحده زيك، عايشين ومحشمينه بألف كده وكده من غير ما نقدر نبله واخلصه ليه، ولا انه يستاهل ان احنا نعمل فيه كده. عندك حق، يضحى عشان واحدة زي يبقى فعلا.
انت يا ورد؟ بنام. يعني هو انا لما نزلت السكن ولقيت المرحومه الله يرحمها كان حسام بيه موجود وهو اللي قتلها؟ بيقولوا كده. طب بردك ايه اللي هيخلي اسمه هنم تنزل بعدها؟ مش معنى سيره الموضوع ده ما اتجابتش يعني؟ وليه احسان بيقول ان هو نقلها اوضه الغسيل مع ان انا والهنم اللي نقللها؟ ربك عالم بحالك وعارف انك بنت غلبانه وهبله فاراد انه يستر سرك. اقعد انت بقى انبوري فيها كده لحد ما سرك ينفضح. اختي بعد الشر. طب هو الضابط شريف ليه رجع ينبش في الموضوع تاني بعد ما كانت قفل؟ لا تكونش اسمه هانم فاكره ان انا ورا الحكايه دي، ولا تكوني قلتي حاجه لحد يا بنت يا ورد. انا لحد دلوقتي ما قلتش اي حاجه لاي حد، بس لو ما بطلتيش تهري وتنكتي في نفسك وما اتخمتيش وخليتيني انا كمان اتخمت والله لا اقول لهم، ومش بعيد تحصلي ضحى. قولي يا رب. خلاص حاضر هسكت. طب هو صح يعني ان احنا قطعنا الجواب اللي هي اديتهولي؟ مش يمكن ليه عزه دلوقتي؟ له عزه عند مين يا بت؟ هو احنا عارفين الجواب ده كان مع ضحى بيعمل ايه ولا كان مكتوب فيه ايه؟ الجواب ده ما تجيبيش سيرته خالص ولا كانه جاي من اساسه. ما تزنيش على خراب عشك يا فاطمه. مش يمكن تكون البت الغلبانه دي راحت واتقتلت بسببه؟ تفتكري؟ لا افتكر ولا تفتكري ولا فكر ولا تفكري. احسن بيعترف على نفسه. والبنت ضحى ماتت وكل حاجه اتدفنت معاها. كفاياكي بقى، ما تفتحيش الموضوع ده تاني. فاهمه ولا لا؟ فاهمه خلاص. نام. تحسين دي الريتس الجديده اللي هنحاسب بيها النظري. تذاكرها وتدرسها كويس عشان هتطبق من الليله. الحجوزات فين؟ بس احنا كده هنبقى نزلنا الاسعار جامد قوي يا مراد بيه واحنا في الهاي سيزون. انا بقول لك تدرسها مش تناقشني فيها. اسف يا فندم. صباح الخير يا فخرين. اهلا. صباح الخير يا مراد. فاتك كتير، الجو هايل، يا ريتك جيت اتمشيت معانا. معلش يا فخر هانم، حضرتك عارفه الشغل واخدني شويه. شغل؟ هو فين الشغل ده؟ أنا ونازلة هنتمشى وقت الغروب. يا لئيم، فهمت، عايز تاخد نازلة على انفراد من غير يعني عزول. أنا وزهيري الله يرحمه كنا بنتمشى في الجنينة، وبعدين ورا شجرة الكافور عمل فيها مجنون وسحبني زي المراهقين. مش حضرتك كنت عايزة تخشي التواليت عشان كده احنا جينا؟ فكرتيني، عن إذنكم أشوفكم بعدين. الحمد لله على السلامة. أنا يا ثاني سلامة إيه؟ هتيجي منين السلامة؟ عملتوا في ابني إيه؟ طب ممكن حضرتك تقعدي ترتاحي وتهدي وهنتكلم في كل حاجة وإن شاء الله. ارتاح إيه وأهدى إيه؟ أنا عايز أعرف ابني قرروا إيه؟ حاضر. كانت ناقصاني عنايات بركات كمان. كنت عايزاها تعمل إيه يعني لما تعرف اللي حصل؟ ربنا يستر ما يكونش الخبر جاب أجل حماية. أنا اللي هيتجاب أجلي بعد كل اللي بيحصل ده. هنقول لها ايه؟ يعني ايه هنقول لها ايه؟ زي كل الناس ما هي عارفه. انت بس ما تغلطيش في الكلام، حاسبي على كلامك. مش هعرف. هتعرفي وهتنزلي مهما قالت هتمتصي غضبها. مش هقدر. انا حاسه ان الاول هي لما تيجي في عينيها هتعرف كل حاجه. دي مش عارفه اخبي عليها ايه ولا ايه؟ يا حبيبتي امي البسي اربط المخده على بطنك كده واسلوبي طولك. هبعت لك اختك تاخدك. يلا. اسمة هانم. عينيات هانم بركات تحت في اللوبي عامله فضيحه وانا مش عارف اتصرف معاها. عينيات الاثنين محامين طمنوني قالوا لي احسان كان في وضع دفاع عن النفس. ارجوكي ما تقلقيش. ازاي ما قلقش؟ دي جريمه قتل. ابني انا متهم بجريمه قتل. المجتمع كله ما عندوش غير السيره دي. الباشا من اول ما سمع الكلام ده ما فتحش بقه بكلمه واحده. ويا عالم دلوقتي حالته شكلها ايه؟ كان يوم اسود يوم ما ابني شاب بنتك واتجوزها.
ايه لازمه الكلام ده دلوقتي؟ اقول لك ايه، لو ابني اتاذى باي طريقه مش هيكفيني حد فيكم. اي حاجه حضرتك هتقوليها عندك حق فيها، وهينا قدام الاحسان فيها طنط. عارفه يا عنايات، امال امبارح كان عندها انهيار عصبي، جبنا لها الدكتور. لا بوفر مسكينه، المفروض انها تصعب عليا قوي واخدها في حضني واقول لها انه بلوربا مشري، مش كده؟ جيتي للحق. اه ايوه، المفروض علاقتكم تبقى كويسه مع بعض، دي حاجه ترفع من معنوياته. صدقيني يا دونت، الغمة اللي احنا فيها دي هتروح بسرعة. انا بقول نفس الكلام. احسن اشهم وانبه راجل عرفته في حياتي، ربنا مش هيرضى انه يتزنق. لولا ان هو اصر ياخد البروش من الكلبة اللي ماتت دي ما كانش حصل اللي حصل. على إذنكم. دايلي. بدعي لك، بدعي لك من غير ما تقول. أنا مش عايزك تخاف أبدا، أكبر ثلاث محامين في مصر ماسكين القضية. أنا مش قادرة أصدق لغاية دلوقتي، أنت فعلا عملت كده؟ أنا نفسي مش قادرة أصدق، كل حاجة حصلت في ثواني. أنا لو مكنتش ضربتها بالإزازة على راسها كان زمانها هي اللي ضربتني. أنت مالك؟ أنت مالك بده كله؟ يعني إيه يا ماما؟ يعني كنت عايزاني أشوفها سارقة حماتي وبتهرب وأسيبها؟ عارف لولا البيبي اللي جاي في السكة بعد كام شهر كنت قلت لك طلق البومة دي فورا. يا ماما أمال مالهاش ذنب. أنا مش فاهم أنت إزاي مش قادرة تحبيها كده. حب أنا وأنت؟ كفاية أنت بتحبها. وهي كمان بتحبني، ولازم تعرفي تحبي اللي بتحب ابنك. هي فين؟ بره، وهتدخل لك دلوقتي. بيقولوا انها انهارت لما عرفت اللي حصل لك. والله العظيم السلام، امالك فرحان قوي كده يعني؟ كنت عايزه ايه؟ ما تتقهرش بحسابها في كل اللي حصل ده. بيقولوا فاضل 5 دقايق والزيارة تنتهي. ليه عملت كده يا حسين؟ مال؟ فاكر ان حاجة زي دي ممكن تريحني؟ هو انت متخيلة اني اشوفك بتتأذي وما اعملش حاجة؟ مش حد في الدنيا يستاهل انك تعمل تضحية عشان زي دي، ولا حتى انا. يا امان انا عشان خاطرك اعمل اكتر من كده 1000 مرة. ولعلمك انا لو اعرف ان اللي حصل ده هيخليني اشوف عينيكي كل الحب ده، انا كنت قتلت ستاف الاوتيل كله. لا ما تعيطيش. ممكن؟ ممكن ما تعيطيش؟ أظن كفاية أو كده يا حسين بيه. خد بالك مني. مع السلامة يا أمي. أؤمر يا مراد بيه. ازيك يا ورد؟ عملت ايه في موضوع الحمل؟ والنبي؟ ايه؟ ضميرك صحي فجأة؟
اه الحقيقة أنا اكتشفت إن أنا عرضت عليكي مبلغ قليل قوي في الأول. ها تاخدي كام؟ يا ريت كان ينفع، ده أنا في السادس. بس ما تخافش محدش هيعرف إنه ابنك. أي أوامر تانية؟ اسمت عايزة منك إيه يا وردة؟ ابقى اسألها عن إذنك. ما هو مش معنى ان مفيش شغل كتير ان انا ملاقيش ولا واحد فيكم حواليا. احنا ما بقناش خمس دقايق هنا. فين الريس الصديق؟ محدش شافه؟ وانا بطلع الفطار لفخر هي يمكن هو عندها في الاوضه. يا فندم. وانا بطلع الفطار لفخر هي. سمعت. طب يلا حد يطلع الفطار اللي نازل هنا بسرعه، اتحركوا. اه. دش بترقصي يا فخر هانم؟ لا 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 صديق، ما حدش يقول لفخر هانم ابدا انت بترقصي، عيب. ما هوش معقول الحظ ده. فكرتني بزهيري باشا الله يرحمه. طول فتره جوازنا افتكر ما غلبنيش غير خمس ست مرات بس. ايه ده خمس ست مرات بس؟ بس انا اظن ان هو كان بيتغلب لي علشان عارف اني انا لما بتغلب بزعل قوي، وانا زعلي وحش خالص. هو ما كانش بيحب يزعلني. مالك اتنفضت كده ليه؟ احنا مش بنعمل حاجه غلط، اقعد. ما هوش مفروض اكون هنا دلوقتي يعني. اتفضل. بعد اذن حضرتك يا هانم. خير يا سكينه. الريس صديق عنده شغل ولا انت واخد اجازه النهارده؟ صديق بيلبي طلبات الزباين، وانا طلبت منه ان يلبي طلبي ويجي عندي. اه بعد اذن حضرتك. اتفضلي. فخر هانم بعد اذنك اشوف سكينه عاوزه ايه. اتفضل. سكينه انا حالا هروح لمربي عشان اقول ان رئيس الخدم بيطلع اوض النزله يسليهم ويلعب معاهم طاوله. طب وايه الغلط في كده؟ انت كمان مش شايف انك عملت حاجه غلط؟ لا تبقى غلط لو ده اثر على شغلي، لكن زي ما فخر هانم قالت لك ان انا موجود عشان اخدم النزلاء، وهي واحده من النزلاء، وزي ما انت شايفه الاوتيل نسبه الاشغال فيه ضعيفه جدا، وانا كنت قاعد بسليها مش اكتر من كده. وعين الست كانت مبسوطه قوي وسعيده قوي بوجودي معاها. الا اذا كان وجودي مع فخر هانم بيضايقك انت بشكل شخصي، فانا اسف لاني ما اقدرش اضايقك خالص يا سكينه. ادخل. انت لسه في الاوتيل بتعمل ايه؟ وكمان عندك الجرأة انك تجي لي لحد هنا؟ انا هنا عشانك انتي بس. انا عارف كويس انك صعب انك تغفري لي اللي انا عملته، بس عشان خاطر سيبيني اكون موجود حواليكي، وانا مش هطلب منك حاجه في المقابل. انت مش من حقك تطلب. عارف ان انا مش من حقي اي حاجه، وعارف كمان ان انا تسببت لك في جرح كبير احتمال ما تقدريش تسامحيني عليه، بس وحياتك عندي كان غصب عني. انا بني ادم والاختيار كان صعب. نازلي انا جرسون وبجيب لك الفطار، مفيش مشكله. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. كل ده نوم؟ ما نمتش لحد ما اتأخر قوي. طيب ليه ما كلمتنيش؟ أنا كمان كنت سهران. ما كنتش عارفة إنك سهران. وحتى لو نايم هبقى مبسوط لو صحيت على صوتك. خلاص المرة الجاية هقلق منامك براحتي. طب
طيب انا جبت لك المجلات من مصر اللي كنت طالبها، كلها فساتين افراح وموديلات السنه دي كمان. وده وقته يا مراد. نظرا انا كنت طالب المجلات دي قبل اللي حصل ما يحصل. تحب اعمل فيهم ايه؟ يعني احرقهم ولا اقطعهم؟ لا مش قصدي، مش قصدي ازعلك. انا اسفه. انا مش زعلان ولا عمري اقدر ازعل منك. طيب انا هخرج عشان عندي كام مشوار كده، تحب اجيب لك حاجه وانا راجع؟ ميرسي. مع السلامه. القرار اللي أنا أخدته ده كان قرار مجنون، كان قرار عاطفي بدون أي عقل ومنطق. عبيطة، كنت فاكرة إن الحواديت ممكن تبقى حقيقة، بس أنت قلتها لي بنفسك. لا أنت الشاطر حسن وأنا نسيت الحزن والجمال، مش كده؟ يمكن كان قرارك ان انت تفوقني وترجعني على ارض الواقع ده كان صح، عشان احنا مش عايشين في الدنيا دي لوحدنا. بس انت كل حاجه في دنيتي. ما ينفعش. انا مش هقدر اعمل كده في نفسي تاني. طيب انا مش هطلب منك حاجه دلوقتي غير بس انك تسيبيني اكون موجود جنبك، أكون حواليكي بس. هتكون بتوجع نفسك وبتوجعني على الفاضي. مش مهم، أنا أستاهل أتوجع. هعتبر عقاب من ربنا على الفرصة اللي أنا ضيعتها من إيدي. طب وأنا؟ لا أنت ما يهونش عليا وجعك طبعا. طيب يا نازلي، لو أنا وانا وجودي هنا هيكون سبب لتعاستك، انا مستعد امشي. امشي يا نازلي. انا يمكن ما اكونش الشاطر حسن، بس انت اكيد ست الحسن والجمال. ايه الحكايه يا مراد بيه؟ ايه اللي مخوفك قوي كده مخليك تندهلي كل شويه وتفتح موضوع انت اللي قصدت انك تقفله بنفسك؟ لا والنبي، وكمان بتضايفني؟ ده انت مش خايف بقى، ده انت مرعوب. انا ما بخافش يا ورد، بس في حاجات جديده حصلت واللي انت ما كنتش راضيه تحكيهولي انا عرفته. اللي هو ايه؟ السبب اللي خلاكي مش فارق معاكي اني اعترف باللي في بطنك، واللي خلى اسمة تاني ما ترفدكيش وتاخد بالها من حملك زي ما بتاخد بالها من حمل أمل بنتها بالظبط. سألتها يعني؟ مش مهم، المهم إني عرفت. وبقولك أنت مش قد اللعبة دي يا ورد. هو أنت اللي بترحم ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل؟ الناس اللي هياخدوا العيل هيربوه أحسن ما أنت تربيت مليون مرة، وهيستروا على الفضيحة اللي أنت مرضتش تستر عليها. أبقى مش قدها في إيه بقى؟ طب ولو قلتلك إن أنا هعترف بيه؟ أبقى هبلة لو صدقت.
اه اه